وبركاته. معكم أخوكم محمد حيدا عن قناة صوت المهاجرين في كندا. في الحلقات السابقة تكلمنا على مجموعة من البرامج تاع الهجرة لمانيتوبا، مقاطعة مانيتوبا، نيو برانزويك، الكيبيك، مؤخرا مقاطعة أونتاريو. كنا تحدثنا مع واحد الأخ مغربي اللي هو عبد الرحيم اللي تحدث لنا على عقود العمل، واليوم احنا ضيوف عند الاخ سعيد بومان اللي هو من مدينه مراكش. السلام عليكم خويا سعيد. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا كيداير؟ مزيان، صحه بخير؟ الله يعزك بخير وعلى اخوتي. الحلقه تاع اليوم ما غتختلفش على الحلقات السابقه. اليوم معنا الاخ سعيد اللي غيتحدث لنا على التجربه ديالو، كيفاش جا لمدينه وينيبيغ عن طريق عقد العمل، عن طريق كما قلنا عقد العمل. اليوم غتعرفوا كيفاش يمكن لأي واحد إذا جا فيه الحظ بطبيعة الحال أنه يجي عن طريق عقد العمل. لكن قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش أخوتي الاشتراك، الإعجاب ونشر هذا الفيديو حتى تعم الفائدة بالنسبة للناس الراغبين في الهجرة إلى مدينة وينيبيغ أو كندا عموما. خويا سعيد، قبل ما نبدأ أي حلقة كنقولوا الضيف ديالنا أنه يعرف براسه، شكون هو سعيد؟ السلام عليكم، معكم سعيد بومان من مدينة مراكش، سن 32 سنة، حاصل على شهادة تقني في مجال الطبخ. عندما كان سيما بارك الله فيك خويا سعيد. أول شيء جيتي لهنايا عندك تقريبا شي 20 يوم تقريبا شي 20 يوم. أش ممكن تقول لنا على هاد المسائل هادو؟ كيفاش لقيتي الجو هنا في مدينة وينيبيغ؟ اللغة، وكيفاش كان اول يوم في العمل ديالك؟ بالنسبه للجو اخويا محمد، الجو بارد ان شاء الله، الجو بارد جدا. وبالنسبه للعمل مزيان، القضيه مزيانه، فهمتي؟ تحركنا من النهار الاول، جينا خدمنا، الامور دازت مزيان، الناس تعاملوا معنا مزيان، كلهم تعاملوا معنا، رحبوا بينا، ودازت الامور بخير وعلى خير. الان تقريبا شي 20 يوم حنا باش كاين في وينيبيغ. بالنسبه للغه خويا سعيد، كيفاش كان التحديات تاع اللغه؟ ضروري كان شويه صعوبه في الاول، نتي من بعد الحمد لله تقلمنا وقدرنا باش انا نتواصل مع دوك الناس ونخدموا معاهم، ودازت الامور بخير وعلى خير اخويا سمح. الاخ سعيد، ملي درنا الحوار مع الاخ عبد الرحيم مؤخرا في الحلقه ديال عقود العمل، كانت مجموعه من الاسئله من الناس اللي مشاركين في القناه والناس اللي ما مشاركينش، كيسولوا واش بصح كاين الهجره من المغرب، كنتحدثوا على المغرب، الى كندا عن طريق عقد العمل. اش يمكن لك تقول على هذه القضيه؟ بطبيعه الحال كاين عقد العمل، ونمشي بالدايره. وانا احنا جينا بعقد عمل من المغرب. كاين شركات تيديروا الدور هذا، الدور الوسيط بين المشغل هنا في كندا وبين العمال اللي كاينين في خارج كندا من شمال افريقيا وباقي الدول. وجينا عن طريق شركه اللي سميتها ريكريتمو انترناسيونال. واش كلفكم هذا الشيء شي فلوس؟ واش خلصتوا شي فلوس واش لهذه الشركه هذه، ولا جيتوا عن طريق درتوا مقابله وجيتوا؟ لا، بالنسبه لهذا الديتاي متي من الاول اننا تواصلنا معهم عن طريق الايميل، صيفطنا لهم السي في ديالنا باللغه الانجليزيه. من بعد ردوا عنا باننا راه غادي يكون عندنا واحد الانترفيو في مدينه الرباط. مشينا دوزنا الانترفيو عادي، ما خلصنا حتى شي حاجه في الاول. دوزنا الانترفيو مع الناس المسؤولين هنايا في كندا. من بعد داكشي دوز، تمشي دير في اف سي ال كاين في مدينه الرباط، تدفع الدوسيين ديالك تما، كتخلص واحد المبلغ اللي هو تقريبا شي تاع 2000 درهم تقريبا مغربيه. خويا سعيد اسمح لي الا قاطعتك، دابا المساله هما الناس كيسولوا واش محامي، واش هنا ما كاين لا محامي لا والو؟ لا ما كاين. ديريكتومون نتوما هضرتوا مع الشركه اللي هي ريكريتمون انترناسيونال، قيدوا عندكم، دخلوا الصفحه ديال هذه الشركه هذه، والله ييسر للجميع. بالنسبه لاخر سؤال خويا سعيد، كيفاش التفاصيل، كيفاش ملي كنتي في المغرب توصلتي لانك مضيتي عقد العمل مع هذه الشركه؟ اي اخو اسمع محمد، بالنسبه لهذه الشركه باش لقيت انا بان واحد الصديق ديالي جا لكندا هنايا عن طريق هذه الشركه، هو اللي
طلبت من الايميل ديال الشركه هذه وصيفطت لهم في الايميل. ومن بعد تقريبا هذه المساله تقريبا خدت من تقريبا شي 6 شهور تقريبا فهمتي تاع لي زيتاب. من بعد صيفطت لهم انا السي في ديالي باللغه الانجليزيه، ردوا عليا تقريبا في ظرف شي شهرين تقريبا بان عندي انترفيو في مدينه الرباط. مشيت لمدينة الرباط دوز الانترفيو، داز الامور بخير وعلى خير، تعاملوا معنا الناس مزيان، الناس كلشي بخير وعلى خير. كنا مجروب تقريبا تاع شي 40 واحد 45 واحد تقريبا، والناس اللي تسيليكسيوناو تقبلوا راه دازو، والناس اللي ما تسيليكسيوناوش راه كان عندهم شونس اخر باش انهم يدوزو مرة اخرى. من بعد الانترفيو دوزنا في مدينة الرباط، فهمتي تبعنا البروسيدور ديال الدوسي والمسائل، جبنا كاع داكشي اللي بالنسبة للشواهد العمل والدبلوم، واللي عنده الباك تاعو تيجيب الباك والباسبور بطبيعة الحال، ودفعنا الدوسي في في اف سي ال اللي في مدينة الرباط. ومن بعد تقريبا تسنينا شي شهر ونص، عطاونا رونديفو ديال القنصلية، بان خصنا ندوزو واحد رونديفو في القنصلية تاع مدينة الرباط تاع كندا باللغتين الفرنسية والإنجليزية. من بعد تقريبا تسنينا عاوتاني واحد تقريبا شي شهر ونص او اكثر شهرين، عاد صيفطوا لنا في الايميل باننا خصنا نجيو باش ناخذوا الباس تاعنا، لي باسبور تاعنا. باش مشينا الحمد لله لقينا بان خدينا الفيزا. ومن بعد داكشي تسنينا عاوتاني باش عطونا رينديو باش نلتحقوا هنا بالعمل في كندا. بالنسبه للاوراق اللي طلبوا لكم، واش طلبوا لكم لا سي ان اس اس، طلبوا لكم اللغه، انكم تدوزوا شي امتحان ولا لا؟ بالنسبه لا سينسيس يطلبوها ضروري، بالنسبه لا سينسيس تطلبوها تكون عندك تقريبا مده عامين تقريبا ديك لا سينسيس، والدبلوم بطبيعه الحال، وشواهد العمل، شواهد العمل الاكسبيريونس اللي تكون عندك ولا شي. وبالنسبه لامتحان اللغه ما دوزناش امتحان اللغه، حنا ما دوزناش، يعني ما كاينش امتحان اللغه، ما كاينش حتى المسائل الماديه، ما خلصتو حتى حاجه. بالنسبه لامتحان اللغه ما كانش، فهمتي ما كانش، حتى ربما حنت دوزنا داكشي بخير، فهمتي مزيان، فهمتي كان عندنا شويه دوزنا الانترفيو مزيان. وبالنسبه للمبالغ الماليه، داك الدوسي اللي تخلص في الفي اف سي ال خلص تقريبا شي 2000 درهم تقريبا. يمكن توضيح اخويا سعيد اشني الفي سي ال؟ هذا واحد البيرو تاع هو تديبوزي فيه السي في ديالك، تديبوزي فيه الدوسي ديالك، في الباس وفي لا سينيسيس، في حسن السيرة، في شواهد العمل، هذا بحال مكتب الهجرة. اوكي، هما كيطلبوا لكم هذه الأوراق هذه؟ ضروري يعني. اوكي. بالنسبة لآخر مرحلة خدتوا الفيزا، ما كان حتى مشكل؟ الحمد لله خدينا الفيزا، ما كان حتى شي مشكل، دازت الأمور بخير وعلى خير. سينيتو كونترا عادي؟ يعني حتى تقرا الكونترا كتشوف الشروط ديالها واش موافق ولا من غير موافق. ضروري تكون فيها الكونترا، تكون فيها جميع الشروط اللي دايرين هما، تشوف انت واش موافق عليهم، ديك الساعه كتسيني. ماشي بالنسبه للحقوق ديالك هنايا وساعات العمل والاجازه والراتب تاعو تيكون فيها وكلشي تيكون. الحمد لله الله ييسر لك اخويا سعيد، وشكرا على هذه المعلومات اللي الناس كلهم غيبقاو يدعيو معاك، انا متاكد الله يجعلها في ميزان الحسنات ديالك. وشكرا لك اخويا سعيد. شكرا انت اخويا سمعت لنا هذه الفرصه. كلمه اخيره بالنسبه لقناه صوت المهاجرين في كندا، واستفدتي منها ولا ما استفدتيش ولا؟ لا الحمد لله قناه المهاجرين كنا متبعينها قبل ما نجيو كندا، كنا متبعين الاخ سي محمد تبارك الله، عنده محتوى زوين، وتنتمناو ليه التوفيق ان شاء الله، ودعموه بلايك وبارطاج الدراري الله يحفظكم. بارك الله في خويا سعيد. خوتي اللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار يخليه تحت من الفيديو، وان شاء الله انا راه كنجاوب الجميع. لا تنسوا الاشتراك، الاعجاب، ونشر هذا الفيديو حتى تعم الفائده. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما شافوا قناه صوت المهاجرين في كندا، خوتي الان شاركوا، لان المحتوى ديالها كيهمكم كيعاونكم. ما عليكم غير الضغط على زر الجرس حتى يصلكم جديد قناة صوت المهاجرين في كندا. خويا سعيد تبارك الله عليك، والله يوفقك في الحياة ديالك. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.